وبعض الظروف هي الآن ومنذ وحيث وقت. طبعا على مدى الفترة القادمة إن شاء الله سنستعرض كل هذا بالتفصيل. هنبدأ النهاردة بالضمان. الضمان من الدروس اللي درسناها في المرحلة الابتدائية، ولكن لم تكن بالضمان في سنة 16. ثم في العام الماضي قبل الدور الإعدادي وفي الدور الأول درسنا الضمائر بالتفصيل، ولكن قد لم نكن نشرح إعراب التفصيل لأن إحنا بعد أسماء مبنية وتعاملنا مثلا في قصة الإعراب والبناء. كنا نتعرف على الضمائر من حيث استخدامها كضمير متصل أو ضمير منفصل أو ضمير منفصل، ولكن الفرصة هي هي ضمير فاعل ظاهر موجود في الجملة نشوفه قدامي سواء متصل ب الاسم او الفعل او الحرف او الظرف. وطبعا كل واحد كل حاجه من دول لها مضاف ان شاء الله حتى تبقى مضاف. او ضمير منفصل يعني كان بنفرد. والضمائر دي قلنا من زمان لحد دلوقتي ضمير متكلم انا للمفرد المذكر والمؤنث، نحن للمسمى والجمع المذكر والمؤنث. أنت بالمفرد المذكر، أنت بالكسرة مش بالياء للمفرد المؤنثة، أنتما بالمسمى المذكر، أنتم بالمسمى المذكر المؤنث، أنتم بجمع المذكر وأنتم بجمع المؤنث. وما الغائب هو بالمفرد المذكر، هي بالمفرد المؤنثة، هما بالمسمى المذكر والمؤنث، هم بجمع المذكر وهم بجمع المؤنث، وعندنا ضمير ممكن تكون أول مرة نعرفه اسمه إيا، وإيا في محل نصب. طبعا لما نيجي نعرف مرتبط الموضوع بالاعراب دلوقتي لازم ناخد بالنا من حاجه. انا لما اجي احط كلمه انا في جمله انا طالب مكتفي. انا عارف ان انا استقرار هقول ان انا اسم مبني نوعه ضمير. ولكن ما اعرابه؟ ودي القصه اللي كنا لازم نوضحها. انا بقول محمد مجتهد، محمد مبتدا مرفوع على رفع الضم، مجتهد خبر مبتدا مرفوع على رفع الضم، لكن ازاي اتعامل مع مين؟ مع انا، وانا عارف ان انا موقعها من جمله مبتدا، ومش هعرف اغير نطقها لان نطقها زي ما قلنا اسماء مبنيه يعني ثابته. هقول ايه؟ ضمير منفصل مبني، يبقى انا كده وضحت نص اتجاه موقعه في الجمله مبتدا في محل غلط. مبتدا يعني كان المفروض يكون مبتدا، فبقول في محل رفع مبتدا عشان اوضح ان هو كان المفروض يكون مرفوع، ولكن لانه اسم مبني مش هعرف احط عليه علامات، فبقدر انه في محل رفع مبتدا. طبعا ال 12 ضمير دول إعرابهم ثابت في محل رفع مبتدأ. يبقى أول ما أشوف ضمير ال 12 دول أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هو وهي وهم وهم وهن، ثابت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ يبقى وضعته خبر، خبر مفرد أو خبر جملة أو خبر شيء. أما هي في محل نصب في حالات معينة. قال تعالى: إياك نعبد. طبعا الجملة هنا فيها ترنيم وتأكيد. نعبد نحن إياك، فإياك هنا في محل نص مفعول بمقدم. دي بس للتوضيح يعني. ماشي. طيب، أمال إيه الضمير المستتر ده يا مستر؟ الضمير المستتر ده يا مستر من باب الطيبات الفاضلة ولا الإعداد. ما بيجيبوش الكلام ولكن بنقدره بالمعنى. لما أقول لك كن مهذبا، أنا بكلم مين؟ بكلمك. يبقى هختار مين من دول؟ قول إيه؟ أنت. يبقى أنت هنا اسم كامل مستتر ومهذبا خبر كامل منصوب. طيب. أذاكر دروسي. أذاكر نحن؟ لا، أذاكر إيه؟ أنا. أذاكر أنا، أذاكر على طبعا هم، مين اللي بيذاكر أنا؟ يبقى أنا فاعل، يبقى أقول ضمير مستتر مبني في محل رفع فاعل. تمام؟ يبقى أنا بقدر الضمائر المنفصلة من معنى الجملة. أما الضمائر غير المنفصلة فبتختلف، وطبعا دي هتبقى الحلقة الجاية إن شاء الله. ليه؟ لأن الضمير المنفصل
الصدر اعراب بيختلف حسب الارتباط بالاسم او الفعل او الحرف او الظرف. وباذن الله في الحلقه القادمه هنتكلم عن الضمائر المتصله واعراب التفصيل، لان دي من اهم الحاجات واللي بتلخبط اولاد كتير وبنات كتير وبتتصل بعد كده ببقيه الفلوس اللي قدامنا زي النعم. لان الضمير المتصل اعراب يختلف ما بين الاسم وما بين الاتصال والاسم او الفعل او الحرف او الظرف. وان شاء الله الحلقه القادمه هنتكلم بالتفصيل عن الضمائر المتصله.